كليب دار زمان انا ولينا الحمد لله ما تجيش حاجه بسهل، كل شيء يتعب. شارك في التمثيل معايا، شارك في سامي الدريدي، رانيا القابسي، عزيزوس، اوس المسعودي، نشكرهم برشا واصحابي اللي وقفوا معايا، وان شاء الله حاجه مزيانه وفي المستوى وان شاء الله تعجبهم. دار زمان وعرفت حبيبي من عدويا، قلت اصحابي ما بانش فيهم الخير، يدرتوا معاهم ما يتعدش يا خويا، خليها على الله وعند ربي خير. بشير فنان دون معناتها جون في فيغ اونوري باش نخدم معاه، دونك تجربه حلوه على الاخر، وان شاء الله الاغنيه تعجب الناس. الاغنيه هذه ساعه بالعكس نحس تشبالي جوستومون، سي بور سا كو شاب بشير ما كونتاكتي بور سيت شانسون لا دون جو سوي انفيتي فيها. سي شانسون انترناسيونال اللي نحسو سي ان ريتم بوب هكايا شويه، معناتها حاجه تشبه لي خليط التامبر نتاعي كيما هو. وانا مالي ومال الناس، هنت عليهم العشره في سبيل اتركوني، صبرت وقام الكاس سمات عليكم الخضره، هل ترون بعيوني؟ عيش في حالي اللباس، ما يوجعني كلامكم الكليب يحكي دار زمان، يحكي على الوقت متاع الأصحاب والأحباب اللي مهمش أحباب، معناتها الناس وقت اللي تبدأ ساقك في الركاب وأمورك طيبة ولاباس عليك، الناس تجي تقف معاك وتعاونك. أول ما تصير لك حاجة وكما نقولوا نحنا وتيح البقرة، الناس كل تتقلب والناس كل تنكرك وما عاد حتى حد باش يسأل عليك ولا باش يمد لك يد المساعدة. ان شاء الله ربي يفرج علينا، يبعد علينا الوباء وخل ترجع البلاد ويرجع العالم كما كنا، وما ناش باش نقفوا بقدره الله، معناتها كورونا ولا ما غير كورونا ما ناش باش نقفوا.